موقع مدينة ماريوبول الاستراتيجي المطل على بحر أزوف كان سبباً في استماتة أطراف النزاع للسيطرة عليها. حجم الدمار الهائل الذي أصابها شاهد على ضراوة المعارك التي شهدتها شوارع المدينة وأزقتها، وسط اتهامات الانفصاليين للقوات الأوكرانية والكتائب الموالية لها باستخدام المناطق السكنية قواعد لعملياتها العسكرية. وتزامن توجهنا صوب المدينة مع اتهامات أطلقتها كتائب أزوف للروس والانفصاليين باستخدام السارين في المدينة، اتهامات أتت بموازاة التضييق على مقاتلي الكتائب في الركن الصناعي من ماريوبول. المتهمون سارعوا إلى نفي الموضوع. ومع استمرار المعارك بين الكتائب القومية الأوكرانية والانفصاليين على الجزء الآخر من المدينة، يحلق صداها بعيداً ليصل إلى أطرافها الأخرى. وفقا للتقديرات الأولية، لدينا ما لا يقل عن 15% من المباني غير قابلة لإعادة التأهيل، كما تتضارب التقديرات بخصوص الفترة التي ستتطلبها إعادة الإعمار والبناء، ربما سنتان أو ثلاثة على أقل تقدير. نقدم للمواطنين كل ما نستطيع تأمينه من مساعدات. ورغم إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا السيطرة على المدينة بنسبة تصل إلى نحو 80%، إلا أن تلك السيطرة لا تعني استتباب الأمن، وما تكشفه الأوضاع الميدانية في العديد من مواقع المدينة، ومن بينها ساحة مسرح الدراما الشهيرة الذي جرى اتهام قوات الانفصاليين ومن ورائهم روسيا بالضلوع في قتل أناس احتموا به من قبل كييف والغرب، نفته روسيا والقوات الموالية لها. تتباين الروايات حول حقيقة ما حدث في مسرح ماريوبول الدرامي، لكن الرواية الروسية تتناغم مع رواية قوات دانييتسك أو الانفصاليين في المنطقة، حيث قالوا إنه في قبو هذا المسرح كان يتواجد مقر لكتائب قوات أزوف المتطرفة، والتي اتخذت من هذا المبنى مبنى المسرح مركزا لقنص الشوارع القريبة المتاخمة لهذا المبنى، خصوصا في ظل موقعه الاستراتيجي المتوسط للعديد من الشوارع الرئيسة في مدينة ماريوبول، وبدليل تواجد العديد من بقايا الأسلحة كبندقيات كلاشنيكوف والوثائق التي تثبت وجود مقاتلين تابعين لهذه الكتيبة في هذا المسرح. تصر الروايتان المحلية والروسية على أن المسرح لم يكن مجرد دور فني أسفر استهدافها عن معاناة إنسانية، وإنما مركز لتجمع أصحاب الفكر القومي الأوكراني المحظور والمتطرف. عثرنا على العديد مما يدل على أن ما حدث في هذا المبنى كان بفعل تفجير متعمد دبره من كان ينشط بداخله. من تلك الأدلة ما يظهر أن المكان كان مركزا لتجمع مقاتلي كتيبة أزوف أو العناصر القريبة منهم، سواء عبر بعض الوثائق الموجودة في المكان أو ما تبقى به من الأسلحة المبعثرة هنا وهناك، بالإضافة إلى الملابس العسكرية والتي تؤكد أن قسما من هؤلاء انتحل الصفة المدنية للفرار. وفي وقت ترفض فيه كييف الاستجابة لمطالب روسيا، تصر الأخيرة على ضرورة مواصلة المعارك حتى تحقيق أهدافها. أريج محمد من مدينة ماريوبول، سكاي نيوز عربية.